اللي هو العاصي من هالقبلة، هذا موجود في السيرة النبوية. تأمل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفاسق الغير ملي يعني الكافر. زار النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا، غلام يهودي زاره، فرأى فيه سكرات الموت، كأنه رأى فيه علم سكرات الموت، فقال للغلام أسلم. فالتفت الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم. اليهود يعلمون يعني صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات على الفور. يقول الراوي، شوفوا كيف هذا الشاهد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجهه كالقمر يتلألأ ليلة البدر، يقول الحمد لله الذي أنقذه الله تعالى بي من النار. لاحظوا يا جماعة ما الذي استفاده الإسلام من إسلام غلام بضع ثواني أو دقيقة أو دقيقتين ثم الموت؟ ما استفاد الإسلام شيئا. لكن هذه الحادثة تنبيك أن ديننا ما جاء لقتل الناس كما يفعل بعض خوارج عصرنا أصحاب التنظيمات السرية. جاء ديننا جاء لإخراج الناس من الكفر إلى الإسلام، ومن الظلام إلى النور، ومن الفسق والفجور إلى الطاعة. هكذا هذا الدين الذي يظن أن هذا الدين جاء من أجل قطع الرقاب كما تصور بعض الجماعات يقطعون يحزون بالسكين. بل وصل الجهل ببعضهم، ولعلكم تذكرون أيام داعش، وأظن داعش قد قلت في كتاب القصة الكاملة موجود في الأسواق، قلت أن داعش هذه جمعت كل بلاء وجلاء، أخذت من الحشاشين فرقة كانت معروفة قديما، أخذت منها السطوة في القتل، ومن الرافضة أخذت التقيا، من كل بلاء. فيديو ظهر لأحد يضع السكين على صخرة، لماذا؟ أجيبه، ها؟ ما يحدها والله يا جماعة، ما لا يحدها، وإنما حتى يذهب إيش حدها ويتلذذون بهذا دين. هذا صور، هكذا صوروا الناس الإسلام. ولذلك والله لو اجتمعت اليهود والنصارى وعباد الأوثان وعباد الأصنام يريدون أن يشوهوا دين الله عز وجل ما استطاعوا مثل ما يفعل هؤلاء التنظيمات الذين يفجرون في بلاد المسلمين. حتى تعرف أن القضية قضية سفه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء أسنان سفهاء أحلام، يعني سفهاء أحلام ما عندهم قضية المصالح والمفاسد، ما يستخدمون عقلهم. نعطيكم دليل، شخص قام وفجر في إحدى الدول الغربية، قتل واحد أو اثنين أو ثلاثة، وهو يقتل أيضا في الغالب يقتل، ما الذي استفاده الإسلام؟ أجيبه، استفاد شيء الإسلام؟ ما استفاد شيء. أقيمت دولة الإسلام؟ والله ما أقيمت دولة الإسلام. دخل الناس في دين الله أفواجا؟ لا والله ما دخل الناس في دين الله أفواجا. بل أعجبتني كلمة الواحد من الدعاة يقول كان مسموح لنا أن ندخل السجون في الغرب. لماذا؟ يعطون تسهيلات، لأنه ثبت عند المسؤولين هناك أن السجين المشاغب الذي يدخل في قضايا قتل غيرها إذا أسلم يتحول سلوكه إلى 180 درجة. فكنا نلقى تسهيلات في كل مكان. بعد الأحداث الشهيرة ذيك حقت سنة 2011 يقول والله ما هم منعنا من السجون، حتى في المطارات يفتشون عوراتنا. ما السبب؟ السبب مثل هذه. الشاهد انظروا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا. هذا كله إن شاء الله تجده في الحديث وفي دراسة السيرة النبوية، ونأخذ صحيح البخاري يقرأ علينا الحديث، ثم إذا هناك ترجمة للصحابة نترجم الصحابي، نترجم له ونذكر بعض فضائله إن وجد. لماذا؟ لأن من أعظم حقوق الصحابة أن نذكرهم بالجميل، كما يربي الرافضة المجوس عباد المشاهد والقباب والأضرحة، كما يربون أبنائهم وأتباعهم في المساجد
على بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب على أهل السنة والجماعة أن يربوا الناس على حب الصحابة، وخير ما نربي الناس ذكر مناقبهم وفضائلهم رضوان الله تعالى عليه. كما يقول الحافظ ابن حجر: حملوا سيوف على عواتقهم وفتحوا البلدان باللسان قبل السنان. نبين الدور العظيم الذي قام بالصحابة، قتل بعضهم وأوذي بعضهم حتى بلغوا لنا، بلغوا هذا الدين ونحن حسن من حسناتهم. فاستحق الصحابة، وهم خير جيل أشرقت عليه الشمس بعد الأنبياء والرسل، ولذلك استحق الصحابة أن يمدحهم الله تعالى قبل مولدهم بآلاف السنين. من يعطينا دليل من القرآن أن الله تعالى مدح الصحابة قبل أن يولدوا بآلاف السنين؟ أي نعم، ها؟ ذلك مثلهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. في النهاية قال ذلك مثلهم إيش؟ في التوراة. والله يكفي شرفنا الصحابة أن الله